ديما إذا كان لك أن ترفدين بمزيد من المعلومات. نعم، بالنسبة للعاصمة دمشق اليوم هناك توقف لعمل المخابز في بعض المناطق وخصوصا منطقة الزبلطاني بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة. أيضا هناك عدد من الغارات الجوية اليوم شهدتها عدد من الأحياء، منها حي العسالي الواقع في المنطقة الجنوبية من دمشق. الغارة أدت لسقوط عشرات الجرحى وأيضا شهيدين نتيجة استهداف محيط محطة رحمون للوقود. هناك قصف بالمدفعية أيضا تشهده حي جوبر، وهو الذي يمر منه المتحلق الجنوبي، وهو الذي تدور فيه اشتباكات الأيام الماضية في معركة الملحمة الكبرى وسط اشتباكات على أطراف هذا الحي. أيضا يعني كانت هناك عدد من حملات الدهم والاعتقالات في العاصمة في أحياء الميدان ونهر عيشة والقزاز. الجيش الحر اليوم أيضا يعني تبنى تفجير مبنى فرع المرور في مدينة النبك، وهو واقع على طريق دمشق حمص، حيث هناك اشتباكات مستمرة، ونتج عن تفجير هذا المبنى اعتاب وتفجير آليات ومدرعات عسكرية موجودة فيه. أيضا تمكن الجيش الحر بسبب يعني الاشتباكات الدائرة إغلاق طريق دمشق حمص عند مدينة النبك، حيث يعني لا زالت كما ذكرت اشتباكات هناك دائرة. وجيش النظام يستخدم تعزيزات مدعومة بالدبابات في محاولة لفتح هذا الطريق المغلق، وهو طريق استراتيجي يربط دمشق بحمص. أيضا هناك قصف مدفعي استهدف أحياء مدينة النبك، وأيضا مدينة يعني من طيران الميج أيضا استهدف أطراف بلدة السحل ومنطقة ريما. كل هذه المناطق هي في منطقة القلمون بريف دمشق وواقعة على طريق دمشق حمص. أيضا يعني هناك عدد من الجبهات التي لا زالت يعني مشتعلة في العاصمة وريفها. هناك معركة القصف العادل في عدرا، أعلن الجيش الحر أيضا اليوم عن السيطرة الكاملة على مساكن الضباط في مدينة عدرا، وهي مسكن لشبيحة النظام ويعني الضباط المتورطين في دم السوريين. وأيضا هذا المبنى يعني على سطحه منتشرة القناصة، وتمكن الجيش الحر من السيطرة عليه. أيضا يعني دبابات الجيش الحر هناك في عدرا تقصف اللواء 39 وفوج الكيمياء. شكرا لك ديما الشامي، مراسلة شبكة شام الإخبارية، على هذه المعلومات.